ودلوقتي احنا ممكن ان احنا ننتقل نقدر ننتقل للابليكيشن. قبل ما نفتح الابليكيشن ممكن ان احنا اوري حضراتكم شكل الموقع. ده بيكون شكل الموقع بتاعي. الموقع بيبقى لو كتبتوا فول برايت مصر على جوجل، او لو كتبتوا اسم المنحه Applied Fine and Performing Arts، او لو دخلتوا عامه على المواقع التواصل الاجتماعي بتاعتنا هتلاقونا على طول وهتلاقوا الموقع. ده بيكون شكله. اول حاجه بيكون فيه هنا اسم البرنامج، بعد كده فيه فيديو صغير توضيحي عنه، شرح البرنامج بقى وشروط التقديم والأوراق المطلوبة. كل حاجة احنا اتكلمنا عليها موجودة على الصفحة. موجود كمان سلسلة من الفيديوهات القصيرة فيها أسئلة وأجوبة بنتسألها كتير، فمجاوبين عليها ممكن ده يكون يساعدكم. وكمان موجود الجدول الزمني للمنحة. على الجانب اليمين لو أنا فاتح من كمبيوتر أو من لابتوب هلاقي لينك بقى الابليكيشن، هلاقي ارشادات التقديم، هلاقي كمان فيديوهات تساعدني وانا بملى فيديوهات تساعدني وانا بملى البورتفوليو بتاعي، وهلاقي مواعيد الندوات التعريفية اللي احنا بنعملها كل سنة، ومعلومات التواصل اللي هما الايميل ورقم التليفون. اقدر ان انا ادخل من هنا من click here to start an application عشان ابتدي الابليكيشن بتاعي. الابليكيشن هيدخلكوا على بتعملوا اكاونت الاول، وعايزه اوريكوا كمان ارشادات التقديم. ده بيكون المستند بتاع ارشادات التقديم. زي ما انتم شايفين هو 27 صفحه، بس ده مش معناه خالص ان انا محتاجه املا ال 27 صفحه اقراهم كلهم في نفس القعده. ليه؟ لان انا ببساطه انا مش بملى الابليكيشن كله في نفس القعده. انا معايا وقتي اقدر ان انا املى الابليكيشن جزء بعد كده اقفله، بعد كده املى الجزء اللي بعديه، اتحرك في الابليكيشن براحتي مفيش اي مشكله. اهم حاجه ان انا اسلم الابليكيشن بتاعي قبل اخر ميعاد للتقديم، وطبعا كل حاجه بتتسلم قبل اخر ميعاد للتقديم بما فيها خطابات التوصيه. فزي ما انتم شايفين هنا مثلا هتلاقوا ان الابليكيشن متقسم، الابليكيشن انستراكشنز او ارشادات التقديم متقسمه نفس تقسيمه الابليكيشن. يعني هنا الاول هو بيوريكم ازاي تعملوا الابليكيشن، بعد كده مثلا هنا الاسئله المبدئيه، هتلاقوا هنا الاسئله المبدئيه بكل الشرح بتاعها، بندوس على ايه ونختار ايه وهكذا. فياريت ان احنا نهتم جدا بالمستند ده. بالنسبه بقى للابليكيشن، في بس بعض النقط اللي محتاجين نبقى ناخد بالنا منها. أول حاجة الأبليكيشن طبعا بيتملي باللغة الإنجليزية تماما، ما ينفعش إن أنا أملأ أي حاجة بالعربي، ما ينفعش إن أنا أملأ أي حاجة بالحروف اللي هي مش حروف لغة إنجليزية زي الحروف دي كده، لأنها الأبليكيشن مش بيقراها، فالإجابات بتاعتي مش هتتقري، السيستم أصلا مش بيقراها. فده حاجة مهمة جدا. الابلكيشن زي ما قلنا مش بيتملي في قاعدة واحدة، مفيش مشكلة انه يتملي على اكتر من مرة. الافضل انه يتملي من كمبيوتر او من لابتوب، ده هيساعدكم وهيمنع او هيخليكم تتجنبوا مشاكل كتيرة. هتلاقوا في اسئلة عليها علامة النجمة. الاسئلة اللي عليها علامة النجمة دي مش هتقدروا انكم تسلموا الابلكيشن من غيرها، يعني ممكن في وقتها تقدروا انكم تعدوها وتدخلوا على الجزء اللي بعديه، ولكن هتلاقوا نفسكم وقت اما تيجوا تعملوا وقت اما تيجوا تسلموا الابليكيشن هتلاقوا ان بيقول لكم مثلا معلم لكم بالاحمر ان الجزء ده انتوا ما جاوبتوش عليه، الجزء ده انتوا ما جاوبتوش عليه وهكذا. فلازم ان انا اهتم ان انا اجاوب على الاسئله دي. كل الاوراق اللي انا هرفعها احاول على قد ما اقدر انها تكون PDF علشان برضو ده يكون أفضل للسيستم ما يحصلش أي لخبطة. وأفتح الأبليكيشن ده غالبا هيبقى من البراوزرز اللي مكتوبة على المتصفحات اللي مكتوبة على الموقع. فأول حاجة بعملها إن أنا بقرأ طبعا كويس جدا كل النقط، وبقرأ
الإرشادات بتاعة فول برايت، وبعد كده بقول إن أنا قريت الإرشادات دي وبقول آه، وبخش على الجزء اللي بعديه. حابة كمان أقول لحضراتكم إن إحنا عندنا فيديو صورناه مع حد من خريجين البرامج بتاعتنا، في لو أنا حد عندي إعاقة بصرية أقدر إن أنا أتعامل مع الأبليكيشن إزاي بالسيستم بتاعي اللي بيقراه، وأقدر إن أنا أملاه إزاي من غير ما يقابلني أي مشاكل. هتقدروا تلاقوا الفيديو بتاعنا ده برضو على اليوتيوب. بعد أما بخلص الجزء الأولاني ببدأ في أسئلة مبدئية، يعني أنا بقدم من بلد إيه؟ طبعا بختار مصر. أنا بقدم على العام الأكاديمي إيه؟ العام الأكاديمي 2025 2026، لأن حضراتكم على ما بتسافروا بيكون هو ده العام الأكاديمي. في سؤال بعد كده، هل بيسألكم هل حضراتكم حاصلين على جنسية أمريكية، إقامة أمريكية، معاكم جنسية أمريكية وجنسية تانية؟ الإجابة لازم تكون لأ، لأن لو الإجابة آه الأبليكيشن هيتقفل، ما ينفعش تقدموا على المنحة. بيتأكد من حضراتكم إنكم قريتوا كل إرشادات التقديم وشروط التقديم اللي موجودة على الموقع، برضو بتقولوا آه وبتقدروا إنكم تكملوا. في بعد كده أسئلة، هل إن حضراتكم موافقين إن الأبليكيشن يتراجع من قبل يعني الهيئة في مصر ومن قبل الزملاء في المؤسسات في أمريكا؟ وبعد كده النقطة الأخيرة هي إن هي إنكم بتأكدوا إنكم ما عندكوش أنتوا أو أي حد من أفراد أسرتكم لحد الدرجة الرابعة، ما بيشتغلوش في أي حاجة تابعة للخارجية الأمريكية أو المعونة الأمريكية، السفارة الأمريكية، وهكذا. في كمان نقطة بتحتاجوا تجاوبوا عليها، وهي إنكم بتبقوا عارفين إن الابليكيشن بيعدي على أكتر من مؤسسة سواء في مصر أو في أمريكا، وإنكم ما بتقدروش طبعا تغيروا فيه حاجة بعد أما بتسلموه. وكمان خطابات التوصية دي يعني confidential، ما بينفعش ان انتوا تقروها، هي بتسلم من الشخص اللي بيكتبها للهيئة على طول، ما بيكونش في مساحة انكم تقروها، فانتوا برضو بتجاوبوا على اه على السؤال ده. بياخدكم بعد كده لصفحة فيها معلومات البرنامج بالنسبة لمصر، هتلاقوا فيها كل التفاصيل اللي موجودة على الموقع بتاعنا، هتلاقوا كمان الفورم بتاع خطاب التوصية. زي ما قلنا دي بتبقى نفس الأسئلة اللي بتروح لشخص لو انتوا مكتوب بالإيميل، ولو انتوا هتسلموه ورقي فهي دي الفورمة اللي انتوا بتعملوا لها داونلود وتطبعوها والشخص يقدر يملاها بخط الإيد. طيب منحة الفنون دي تحت منحة أكبر اللي هي منحة الفول بايت ايجيبشن ستودنت بروجرام، منحة الطلاب. فالمنحة دي في معاها منحة ماجستير ومنحة الفنون ومنحة دراسات إسلامية ومنحة لطلاب الدكتوراه ومنح كتير جدا. فأما بيجي في الجزء بتاع الكونتري انفورميشن أو معلومات البلد بتاعتي، لازم إن أنا أنزل هنا لحتة الأوارد انفورميشن أو لحتة أنا بختار أنهي بقى منحة فيهم، فلازم إن أنا أدوس على إن أنا أختار أنهي واحدة وأنزل أنزل لاسم البرنامج بتاعي. فأنا البرنامج بتاعي النهاردة هو منحة الفنون، أقف عليها أختارها وأدوس سيف علشان يقدر إن هو يفتح لي بقية الأبليكيشن بتاعي بقى من غير مشاكل. بيحط لي هنا بقى بقية التفاصيل، الموقع بتاع منحة الفنون وهكذا، بقدر أدخل على الجزء اللي بعديه. وبعد كده بقى بنبتدي أسئلة معلومات بسيطة جدا، اسم حضراتكم، تاريخ الميلاد، المدينة اللي حضراتكم اتولدتوا فيها، البلد اللي حضراتكم اتولدتوا فيها، كل ده بيكون مهم إن أنا أملاه. النوع، الحالة الاجتماعية، هنا ده الجزء اللي بكتب فيه لو أنا عندي أي إعاقة بكتب هي إيه، وبكتب إيه هي الحاجة اللي أنا هحتاجها هناك، اللي هحتاج إن أنا البرنامج يوفرها لي، والبرنامج بعد كده
طبعا بيقيم الطلبات دي، بيبقى فيه كمان البلد اللي أنا الجنسية ورقم البطاقة. بدخل على الجزء اللي بعديه، الجزء اللي بعديه بيكون معلومات التواصل. معلومات التواصل دي بتكون برضو حاجات بسيطة، البلد اللي أنا منها، الشارع اللي أنا فيه، المدينة، المنطقة دي اللي هي بتبقى المحافظة، والصندوق البريدي. مهمة قوي بعد كده أما أجي أكتب رقم التليفون والإيميل بتاعي، مهمة قوي إن أنا أكتبهم بشكل مظبوط. أكتب رقم تليفون وإيميل أنا عندي، أنا بشوف يعني رقم تليفون شغال وعليه شبكة، وأنا يعني رقم تليفون مش رقم تليفون الشغل مثلا مش هيبقى معايا طول الوقت، أو مثلا مش رقم تليفون أنا مش مهتم بيه قوي فمش دايما برد. لا، لازم يكون حاجة فعلا انتوا بتردوا عليها ونقدر نوصل لكم من خلالها، لان ده احنا بعد كده في اي مرحلة اما نيجي نتواصل معاكم احنا بنتواصل معاكم من خلال الرقم اللي في الابليكيشن ده. نفس الكلام اللي بالايميل، كل التعامل بيكون بالايميل، وبيكون كل في ايميلات ساعات بتبعت لكم من خلال السيستم بيكون بالايميل في الابليكيشن. فلازم اكتب ايميل مظبوط، وايميل انا عندي فعلا بقدر ان انا ادخل عليه واتابع من خلاله. بعد كده في جزء مهم قوي، وهو جزء الامرجنسي كونتاكت. الامرجنسي كونتاكت ده هو الشخص اللي لو حصل اي حاجة واحنا مش عارفين نوصل لحضراتكم نقدر ان احنا نوصل له. فبكتب اسم حد نقدر ان احنا نتواصل معاه، بكتب اسمه، بكتب عنوانه، بكتب رقم التليفون بتاعه والايميل وعلاقتي بيه ايه. والشخص ده لازم يكون في مصر، ما ينفعش ان هو يكون حد بره مصر. طيب، فده جزء مهم جدا، والجزء ده هتلاقوا عليه علامة النجمة، فهو مطلوب ان احنا نسلمه. الجزء اللي بعد كده، لو انا عندي emergency contact في امريكا، عندي حد لو حصل اي حاجة نقدر ان احنا نتواصل معاه في امريكا، وهتلاقي الجزء ده مش عليه نجمة، لان هو مش يعني لو حد ما عندوش خلاص مش بيملاه. بقدر ان انا بعد كده ادخل على الجزء اللي بعديه. طيب، الجزء اللي بعديه هو جزء الخبرات الأكاديمية والمهنية بتاعتي. أول حاجة ببتدي بأن أنا أحط السي في بتاعي أو السيرة الذاتية بتاعتي. السيرة الذاتية بتكون بحد أقصى 4 صفح، بتكلم فيها عن أنا درست إيه، وببتدي دايما بالأحدث للأقدم، يعني أبتدي بآخر حاجة أنا درستها، آخر حاجة أنا اشتغلتها، وبعد كده أرجع أقدم فالأقدم. أي لو أنا بقى أخدت أي كورسات، أو لو أنا بدرس حاجة معينة، لو أنا نشرت حاجة، لو أنا حصلت على أي تكريمات أو هكذا، كل ده لازم يكون في السي في بتاعي. بعد كده ببتدي أفصص ده أكتر في الجزء بتاع الخبرة الأكاديمية، بعد كده جزء الخبرة المهنية. بقدر إن أنا أعمل إضافة خبرة جديدة وأحط المعلومات بتاعتي، أقدر إن أنا أحط أنا المؤسسة اللي أنا متخرج منها أول حاجة، بعد كده الدرجة دي أنا أخدتها، دي كانت مثلا درجة بكالوريوس ولا كانت حاجة بعد التخرج، أختار البلد اللي أنا متخرج منها، المدينة والمحافظة. بعد كده أقدر إن أنا أختار أكتب اسم الدرجة العلمية دي إيه، والمجال بتاعي إيه، يعني أنا واخد بكالوريوس في إيه. فمثلا أنا كاتبة بكالوريوس في الفنون الجميلة، وبعد كده أكتب برضو اسم الدرجة والدرجة اللي أنا جبتها، المجموع التراكمي بتاعي، وأنا كنت في الدرجة العلمية دي من إمتى لإمتى. ولو أنا مثلا حاليا بعمل دبلومة، والدبلومة دي مثلا لسه ما خلصتش، أنا لسه حاليا مقيد فيها، مفيش مشكلة، بسيب الجزء بتاع يعني بكتب أنا مقيد فيها من إمتى، وبسيب الجزء التاني فاضي.
بعد كده هنا برضو بأكد تاني أنا أخدت الدرجة العلمية دي إمتى. مجرد ان انا بقى بسجل المعلومات دي هيفتح لي الجزء اللي بعد كده يقول لي طب انتي اخدتي مثلا بكالوريوس من جامعة القاهرة، ارفقي بقى الشهادة بتاعته في الجزء ده، فده بيساعدني بعد كده وانا برفق البيان الدرجات بتاعي او الشهادات بتاعتي. نفس الكلام هنا في الشغل، ببتدي احط الشغل بتاعي، اكتب انا مثلا شغلي ايه، اكتب انا المؤسسة اللي انا بشتغل فيها اسمها ايه، واكتب انا اشتغلت في المكان ده برضو من امتى لامتى. ونفس الكلام لو انا حاليا بشتغل بسيب الجزء التاني فاضي، ممكن احط العنوان بتاعه، ممكن اكتفي بالبلد والمدينة بس. لو انا بقى حصلت على جوائز اقدر ان انا احطها هنا، لو انا حصلت على اي تكريمات برضو بحطها في الصندوق ده، لو انا نشرت اي مقالات رسائل كتب برضو بحطها، وهكذا. عندي خبرة في التدريس، عندي خبرة في الابحاث، اقدر ان انا اكتب كل ده في الابليكيشن. طيب لو انا ما عنديش، ما فيش مشكلة، بسيب الجزء ده فاضي او بكتب لا يوجد، يعني ما فيش مشكلة في ده. طيب في جزء بعد كده عندي بكتب خبرتي بره مصر. انا ممكن اكون سافرت بره مصر مثلا، عملت منحة، اخدت ترم بره، رحت حضرت مؤتمر، حضرت اي حاجة، اقدر ان انا اكتب، بروح بكتب البلد اللي انا روحتها، وبكتب انا روحتها من امتى لامتى، وبكتب الهدف من السفر، يعني مثلا سافرت مؤتمر كذا كذا، سافرت على ورشة عمل تبع المنحة الفلانية في البلد الفلانية، وأقدر إن أنا أضيف أكتر من كده على قد ما أنا عايز. بيسألني بعد كده لو أنا سافرت أمريكا على فيزا J1 أو J2، لو بكتب التفاصيل بتاعتها، لو لأ بيبقى لأ. بيسألني بعد كده لو أنا سافرت على منحة فول برايت قبل كده، برضو بقول او لا، ولو فبختار انا ايه المنحة اللي انا سافرت عليها قبل كده وسافرت عليها سنة كام. زي ما قلنا الجزء اللي بعديه فتح لي بقى ان انا ارفق الشهادة بتاعة جامعة القاهرة، هو يعني هتلاقوا مكتوب الشهادات او البيانات الدرجات الأكاديمية، تقدروا انكم تدخلوا على المكان يعني اسم الجامعة بتاعتكو وتعملوا choose file من هنا وترفقوا المستند اللي انتوا عايزينه، تعملوا save. تقدروا كمان انكم ترفقوا اكتر من مستند في نفس الحتة. الجزء اللي بعد كده معلومات عن اللغة، بتقدروا انكم تقيموا نفسكم في اللغات اللي انتوا بتتكلموها. طبعا بتحطوا العربي اول حاجة لان هو اللغة الام، وبعد كده بعد كده بتقيموا نفسكم في اللغة الإنجليزية، وده بيكون تقييم ذاتي، يعني مش ده اللي هو بيتاخد بيه، ده بيكون بس تقييم ذاتي. والمنحة دي مش بتطلب امتحان لغة إنجليزية، فهو اللغة الإنجليزية بتاعتكم بتبان من خلال الكتابة اللي انتوا بتكتبوها والانترفيو إن شاء الله. لو أنا حاصل على لغات تانية بقدر إن أنا أحطها هنا. المنحة دي والابليكيشن ده زي ما انتوا شفتوا في الأول في كذا منحة، عشان كده أنا اخترت في الأول منحة الفنون. هو هيفتح لي هنا جزء التست سكور، جزء الدرجة بتاعة امتحان اللغة الإنجليزية ده، لأن في منح تانية تابعة لمنحة الطلاب بتطلب امتحان إنجليزي. فأنا بالنسبة لي كطالب فنون لو أنا مش معايا امتحان، أنا مش محتاج خالص يبقى معايا امتحان، وبعدي الجزء ده، هتلاقوا حتى ما عليهوش علامة النجمة ولا أي حاجة. بعد كده بياخدني لجزء عن الأمانة الفكرية، وبيعرفكوا عن إيه أمانة فكرية، بيعرفكوا إزاي نتجنب السرقة الفكرية، بيأكد عليكم إنكم عارفين المعنى وفاهمين العواقب بتاعتها، لأن الأبليكيشن لو في أي سرقة فكرية بيتم استبعاده على طول، فبيقول لكم إنكم عارفين ده، لازم نجاوب بآه ونعمل استمرار.
هنا بقى ببتدي اكتب اتكلم اكتر عن الدراسه بتاعتي. زي ما شفتوا الاسئله كلها كانت بسيطه جدا، كلها اسئله اساسيه ما فيهاش يعني حاجه صعبه. من اول هنا بقى ببتدي اتكلم عن الدراسه بتاعتي. الاول بقول انا رايح اعمل ايه في امريكا. انا ولا انا رايح اعمل ماجستير ولا دكتوراه ولا جامعه ماده علميه، انا رايح على دراسه مش بتدي درجه علميه، فبختار نون ديجري او بختار اذر او اخرى. بتختاروا المجال بتاعكم، مثلا هنختار الفنون، وتحت المجال بختار التخصص بتاعي. مهم قوي ان انا اختار المجال والتخصص، لان انا بعد كده لان بيتم اختياري على اساس المجال والتخصص دول، فما ينفعش بعد ما يتم ترشحي على المنحة اقول بس انا عايزة اغير التخصص او انا عايزة اغير المجال او انا دلوقتي عايزة اعمل حاجة مختلفة. ما ينفعش، الحاجة اللي انا عايزة أعملها هي اللي أنا بترشح على أساسها، هي اللي أنا بكمل بيها لحد آخر المنحة. بتكلم سريعا عن المجال بتاعي والتخصص بتاعي، أنا عايز أعمل إيه في أمريكا، وده برضو بيتاخد في الحسبان وبيتم التقييم على أساسه. فبقدر إن أنا أكتب مثلا كام سطر كده، حاجة بسيطة. هنا ناس كتير ساعات بتسألني طب هو إيه الفرق بين إن أنا أتكلم عن المجال هنا وإن أنا أتكلم عنه في research objective أو السؤال المقالي الكبير التاني. هنا احنا بنتكلم ببساطة عن المجال، بنتكلم في كام سطر بس عن أنا عايز أعمل إيه في أمريكا، مش محتاج أدخل في تفاصيل أوي. بعدين هنا بيسألكوا عن أهدافكم للمستقبل، هتعملوا إيه بعد أما ترجعوا من المنحة، أو في أهدافكم عامة. بعد كده برضو بتكلم عن ده باختصار. مدة بعد كده بيسألكم انتوا ناويين تقعدوا في أمريكا قد إيه، فبنقول مثلا 9 شهور. هتوصلوا إمتى؟ بنشوف السفر بيبقى إمتى. السفر بيبقى في سبتمبر من العام الأكاديمي اللي بعد كده، وده في كل الأحوال ده تقريبي، يعني ده ما بيكونش ده حاجة مبدئية. يعني هنا بقى ببتدي إن أنا يبقى عندي مساحة إن أنا أرفق الأسئلة المقالية بتاعتي. فأول حاجة ببتدي بالستادي اوبجكتيفز اللي أنا بقدر أتكلم فيها أكتر عن أنا عايزة أدرس إيه هناك وعايزة أعمل إيه في أمريكا وأتعلم إيه. أتكلم ده بقى المساحة اللي أنا أتكلم فيها أكتر عن مجالي والتخصص بتاعي وشغلي، والدراسة اللي أنا عايز أدرسها في أمريكا دي إزاي هتبني على ده، وإزاي أنا هستفيد وهبني عليها بعد كده أما أرجع مصر إن شاء الله. السؤال اللي بعديه اللي هو الـ personal statement أو البيان الشخصي، ده بيتكلم أكتر عن نفسكو، ومش برص يعني مش بقول تاني الحاجات بس اللي في السي في. الشخص قرا السي في، أنا لازم أحكي الحكاية بتاعتي، أحكي دراستي دي لو أنا قابلني تحديات أتكلم عنها، وأتكلم أنا عديتها إزاي، أتكلم عن أحلامي، أتكلم عن أنا ليه بحب المجال ده، دخلته إزاي، ليه أنا عايز أروح أمريكا. أتكلم أكتر بشكل شخصي، أحكي الحكاية بتاعتي بمعنى أصح. يعني في بعض المجالات بيطلب منهم كمان إن هم يسلموا writing sample. writing sample دي حاجة بتكون حاجة أنتوا كتبتوها قبل كده في الجامعة مثلا أو كده، ولكن ده في أغلب الحالات بيطلب لمنحة الماجستير مش للمنحة دي. بعد كده بيسألكوا لو عندكم تفضيلات في الجامعات، فلو حد عمل أي بحث عن الجامعات، عارف مثلا جامعة معينة عايز يروحها هناك أو كده، يقدر إن هو يكتبها. ده مش تقديم للجامعة ولا أي حاجة، ده بس بتقولوا إن في جامعة أنتوا شايفينها مناسبة. لو حد قدم على جامعة قبل كده بيقول آه، وبيكتب عدد الجامعات دي وإيه هي، وده مش معناه برضو إن هو يسافر على المنحة دي يعني للجامعة دي. دي بس بتبقى كلها حاجات مبدئية، لو أنا ما قدمتش ما بيكونش في مشكلة خالص، بتبقى الإجابة لأ. آخر حاجة بوافق إن أنا كل المعلومات اللي أنا حطيتها مظبوطة، وإن أنا موافق إن المعلومات دي تتشارك مع الهيئة في مصر والجامعات في أمريكا.
هو بس واخد وقت شوية، بس هي الجزء اللي بعد كده، الأجزاء اللي بعد كده أقصر. احنا كده خلصنا تقريبا أغلبه. بما إن احنا في منحة الفنون، هيفتح لنا جزء للبورتفوليو، أو إن أنا أحط الأعمال الفنية بتاعتي. زي ما انتوا شايفين، في إرشادات لإزاي أقدر إن أنا أرفع الحاجات بتاعتي. الموضوع ما بيكونش فيه مشكلة، أنا عندي هنا بدوس على اختيار الفايلز بتاعتي، سلكت فايلز، وأقدر إن أنا أختار فايلز على قد ما أقدر، وبعد كده أعمل بختارهم. يعني مثلا ممكن نجرب في واحدة نعمل كده، ونعمل ندوس على ستارت أبلود. ستارت أبلود ده هيخليني إنها تترفع في الأبليكيشن بتاعي، وبقدر بعد كده إن أنا بقدر بعد كده ان انا ده بيكون شكله، واقدر ان انا ارتبه. يعني هيبقى عندي اكتر من حاجة هنا، اقدر ان انا اغير الترتيب بتاعهم براحتي. اتاكد ان مفيش مشاكل، ان ده مثلا قال لي ايرور، فاتاكد انه ما يعمليش ايرور ده. بس ده حاجة ليها علاقة بالدوكيمنت اللي انا حطاه، انما حضراتكم المفروض ما يقابلكوش مشاكل، ولو قابلكم مشاكل ابعتولنا ايميل بيه. الجزء ده مهم، والأهم فيه إن أنا أقرأ إرشادات التقديم، لأن أنا لو قريت إرشادات التقديم هتلاقوا إن إحنا كاتبين إن المتقدمين من مصر مش محتاجين يملوا جزء المعلومات المالية دي، لأن الأبليكيشن ده عالمي، فهو بيروح لبلاد تانية ممكن تكون محتاجة تملى ده، بالنسبة لمصر مش محتاجة، فما بنملاش الجزء ده خالص. وكل الجزء ده مش بنملاه، اللي إحنا بنملاه إن أنا لو عندي باسبور برفقه هنا، ولو انا عندي مرافقين ناوي ان انا اخدهم على المنحه بكتب انا عندي كام مرافق. المرافق دول اللي هم الزوج والزوجه او الاولاد. الجزء اللي بعد كده بيديني مساحه ان انا ارفق اي حاجه زياده انا عايزها. يعني مثلا انا اخدت كورسات، مش درجات علميه، كورسات، وانا عايز احط الشهادات بتاعتها، اقدر ان انا احطها في جزء additional documents أو المستندات الإضافية. مثلا أنا البلد بتاعتي، يعني إحنا مثلا طالبين من حضراتكم إنكم تسلموا صورة شخصية، ما كانش في أي مكان في الأبليكيشن تحطوا فيه صورة شخصية، تقدروا إنكم تحطوها هنا. فدي المساحة بتاعتي، إن أنا لو عايز أحط أي حاجة إضافية، أو لو في حاجة أنا عارف إن أنا المفروض أحطها مكتوبة على الموقع، وأنا مثلا ما خدتش بالي في الأبليكيشن المفروض أحطها فين، ده مش معناه ان انا ما سلمهاش بقى خلاص، ما لقيتهاش مكان في الابليكيشن، لا، لازم ان انا احطها في اي حته، المهم ان انا احطها. بعد كده بيسأل حضراتكم سمعتوا عن المنحه منين بتختاروا، و دي بس بتكون اسئله بتساعدنا بعد كده نعرف ان احنا نوصل للناس اكتر. يعني اخر جزء بيكون جزء خطابات التوصيه، ودي زي ما قلنا الموضوع بيكون بسيط. بعمل اضافه ريكومندر، اد ريكومندر، بكتب المعلومات بتاعة الشخص، بكتب اسمه، بكتب الأول يعني الدكتور كذا، الأستاذ كذا، هكذا. بعد كده بكتب اسم الشخص، بكتب المؤسسة اللي هو فيها، بكتب علاقتي بيه، بكتب كل التفاصيل، بكتب رقم التليفون، وبكتب الإيميل بتاعه. مجرد إن أنا بدوس send to recommender، أو إن أنا أبعت للشخص ده، هو بيوصل له إيميل من السيستم على طول يقول له فلان الفلاني طلب منك تكتب له خطاب توصية. لو هو وبيحط له لينك، لو داس على اللينك ده هياخده على الفورم ده، بس بيكون يقدر ان هو يملاه في ساعتها، ما بيكونش يعني PDF مقفول زي كده، بيقدر ان هو يملاه في ساعتها ويكتب الخطاب بتاعه، يدوس سبميت، مفيش اي مشكلة خالص، بيقدر ان هو بيروح على الابليكيشن لوحده. وهتلاقوا هنا مكتوب الموضوع واقف فين، يعني الموضوع وصل لحد فين. فهنا مثلا مكتوب ان احنا بعتنا خطاب بعتنا لها طلب يوم 18 مارس، وقت اما هي تكتب الخطاب وتسلمه ده هيتغير ل اتسلم، لسبميتد، ان هي سلمته خلاص.
طيب انا دلوقتي وطبعا هعمل نفس الخطوه دي مرتين كمان علشان يبقى عندي ثلاثه يكتبوا لي خطابات توصيه. طيب انا دلوقتي اخر ميعاد للتقديم قرب عليا والدكتور لسه ما كتبليش خطابه التوصيه، اقدر ان انا اعمل ايه؟ اقدر ان انا مثلا مشغول او اتشغل او كده، اقدر ان انا اغيره بحد تاني، اقدر ان انا اشيله او اقدر ان انا افكره، ممكن اعمل سند ريمايندر هنا وافكره، او اقدر ان انا اعمل اكسكلود استبعاد. لو دوست على استبعاد هيقول لي متأكد انك عايز تستبعده، هقول له اه، مجرد ان انا بستبعده خلاص انا اقدر ان انا اضيف حد بداله وخلاص، انا مش هبقى مستني منه خطاب او هكذا. بس ولازم زي ما قلنا تتسلم قبل اخر ميعاد للتقديم، واحنا مش بنتابع مع الدكاترة او المديرين بتوع حضراتكم ان هما ما تسلموا، ان الخطابات دي ما تسلمتش، طب هتتسلم امتى او هكذا. لا طبعا دي بتكون مسؤولية المتقدم، عشان كده في اوبشن انكم تقدروا انكم تستبعدوا الشخص لو انتوا لو هو مثلا مشغول او مش هيقدر او كده. اخر حاجة بمضي على الابليكيشن بتاعي، وبعدين بقى هتلاقوا ان هو فتح لكم جزء مراجعة بكل حاجة ناقصة. فأنا مثلا في حاجات كتير أنا عملتهاش هنا لأن احنا بس بنجرب مع بعض، فكل الحاجات دي أنا لازم أرجع إن أنا أملاها قبل ما أقدر إن أنا أسلم الأبليكيشن بتاعي، لأن أنا مجرد أما بسلم هو أصلا مش هيرضى إن هو يسلم الأبليكيشن، يعني مش هيرضى أساسا. الحاجة التانية اللي أنا ممكن أعملها إن أنا أدوس على بريفيو أبليكيشن. بريفيو أبليكيشن دي بتخليني أقدر أشوف الأبليكيشن قبل ما يتسلم هيكون عامل ازاي، فاخد بالي لو في حاجه بايظه، لو في حاجه مش شغاله، لو في عملت مثلا انا رفعت مستند بدل مستند، اقدر ان انا اعرف ده من خلال الابليكيشن. فمهم ان انا برضو اعمل الخطوه دي قبل ما اسلمه علشان اراجع كويس قوي، لان مجرد ان انا سلمته انا مش هقدر ان انا ارجع فيه ولا اعمل اي حاجه خالص. هنا هيقول لي save for later، هيقول لي ان انا اقدر اسيبه وارجع له وقت تاني لان انا مش مخلصة الاجزاء دي، لو انا كنت مخلصاها كنت هقدر ان انا اسلمه. مهمة قوي اخر حاجة ان احنا ما نستناش لحد اخر وقت علشان نسلم الابليكيشن بتاعه. ليه؟ ده بسبب ان البرنامج عليه ضغط كبير قوي، وزي ما قلنا ده شامل كمان كذا منحة بيكون عليها ضغط جامد جدا. آخر ميعاد للتقديم بيكون مكتوب على الموقع، فأنا مثلا آخر ميعاد للتقديم 30 مايو، ما استناش لحد، بيكون الميعاد دايما اللي هو 30 مايو، هو 30 مايو قبل الساعة 12، ما استناش لحد الساعة 12 إلا ربع علشان أسلم الأبليكيشن بتاعي. ليه؟ لأن كل الناس بتسلم في الميعاد ده، فبالتالي السيستم هيبقى تقيل جدا، وهلاقي نفسي هلاقي نفسي مش عارف اسلم الابليكيشن، فممكن بعد التعب ده كله الابليكيشن يروح عليا بس بسبب ان انا الوقت راح عليا او ان اتقطع او اي حاجه كده. فنهتم جدا ان احنا مش لازم اسلم من بدري قوي، يعني اللي بيسلم في شهر 2 مش احسن من اللي بيسلم في شهر 4. كل كده كده الابليكيشنز كلها بتتراجع مره واحده، واسلم وقت ما بقى انا مستعد وحاسس ان انا عندي وقت كافي، بس ما ازنقش نفسي لحد اخر نص ساعه في اليوم بس ارجوكوا، علشان حرام ان التعب ده يروح. بنتمنى دايما ليكم التوفيق. احنا كده خلصنا الندوة بتاعتنا، تقدروا انكم تتابعونا على الموقع بتاعنا وعلى مواقع التواصل الاجتماعي بتاعتنا، وتحضروا الندوات اللي بنعلن عنها وتتواصلوا معانا بالتليفون. شكرا جزيلا وبالتوفيق.